انا بدي اللحم. الصغير ما قبل انه بابا مستحيل ما بشعك الا انجاز من الكاركتر. اي تي بالعربي يشهد على تحول خالد القيش الى جمه. صدمة كبيرة عملها خالد القيش من وقت ما نشر بوستر شخصيته في مسلسل مربى العز، غير ان محدش عرفه في البداية، كمان تحول شكله كليا كان ملفت لكتير من الجمهور ومفاجئ حتى لعيلته. الكبير فارس يعني بالنسبة له انه بابا مستحيل ما بشعك، قلت له اي بعرف بابا، بس الصغير ما قبل انه هذا مو انت، قال لي لا مو انت بابا هذا مو انت. مرتي بعثت لها فعرفتني دغري يعني، انه بس كثير يعني نقزت من الشكل. وابوست ليت كمان. عشان كده اي تي بالعربي بياخدكم حصريا لغرفه المكياج عشان نشهد على لحظات تحول خالد القيش. نوع من الشخصيات لازم يبين أكثر ويعمل له فعلاً أدوات اللي تخدمه هاي الشخصية وتقدمها بطريقة منيحة. هو كاركتر خاص كتير يستاهل إنه ينعمل له هيك، لأنه إذا ما بيتعبى هذا الكاركتر بكل تفاصيله ما بيطلع، ما بيصل الناس مثل ما هو. بس ده ليه ضريبة كبيرة، وهو إن خالد مضطر يقعد لساعات في كل مرة بيعمل فيها مكياج قبل ما يبدأ تصوير مشاهد. فيها تفاصيل كتيرة لها علاقة بالشكل كيف بيتغير، لأنه بتشوفي هو نصين، هو حدا الأسنان غير ضحكته غير شعره مشيته حنيته يعني صوته يعني كل شيء في يعني هيك في عاهة بتحسيه، كل شيء في مشكلة بس مركب على بعضه يعني. وفعلا فكل حاجة فيه كانت بتنضاف بالمكياج، سواء الدقن الحواجب الندبات والأسنان، وباين ان سلبية الشخصية وتصرفاتها هي اول دافع لانه يغير شكله بشكل جذري، وده شفناه كمان بالازياء. بالنسبة لي لازم يتغير الشكل كتير، لانه هيك شخصية ما بدي تنحفر بذاكرة الناس كهذا الشكل، يعني بدي هذاك الشكل مو هذا الشكل. وكان ملفت ان شخصية جمول كتار شبهوها بشخصيات لمحمد حداقي في الخربة وضيع ضيعة وكمان لأحدى بنوتردام. أحدى بنوتردام كل العالم قالت انه بيشبهه كتير، كان في اقتراح انه تعمل حردبه، بس هاي الحردبه صار هو كابي بيست يعني. بالنسبه لي هي القباحه موجوده بالداخل وموجوده بالخارج، فاذا كان تشبه لحدا هي بتشبه لكتير ناس كانوا موجودين بالروايه وبالسينما وبالمسرح، فنحن بنحاول دائما هدول العالم يطلعوا هني موجودين، وفي غيرنا بده يجي يعملهم كمان.